مشاهدينا أسعد الله صباحكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في المستهل وتجسيدا للإرادة السياسية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في توطيد علاقات التعاون والصداقة بين الجزائر وقطر خدمة لمصلحة الشعبين والبلدين، أشرف الطرفان على وضع اللبنة الأولى لانطلاق مشروع بناء مستشفى عصري بالجزائر وكاد الافتتاح الرسمي لمصنع بلارة. ونقف اليوم على الأوجه المختلفة للتعاون الثنائي المثمر، لنقف أولا عند مشروع المستشفى العصري بالجزائر بسعة 400 سرير. الصرح الصحي سيسير وفق قواعد المانجمنت الحديثة. المزيد مع هشام سعدودي. بعد اختيار موقع الإنجاز ووعائه العقاري، الرهان كان كبيرا بالنسبة للقائمين على المشروع إدارة ومختلف شركات الإنجاز من أجل تهيئة الموقع. وبعد حوالي 20 يوما فقط، سرعة وفعالية الكفاءات الجزائرية الشابة كسبت الرهان. خلال 48 ساعة قمنا بتحيين الدراسات وفقا للمعايير الدولية وبتوفير كل الموارد البشرية والمادية حتى نسمح بإنجاز المشروع في الوقت المحدد. قمنا بتسخير جميع الإمكانيات وعملنا ثلاث دورات، يعني ثلاث دورات 24 ساعة على 24 ساعة، وكانت هنا ثمانية ورشات. وظفنا دوز إيكيب دو فوا ويت، نبداو دو ويتر جيسكا مينوي، وهذا لتسليم المشروع في الآجال. والمهمة تاعنا كانت هي تهيئة المساحات الخضراء. أعمال التهيئة مست جوانب عديدة على مستوى الوعاء العقاري الذي يمتد على مسافة 10 هكتارات. أولا عندنا الكاناليزاسيون دو الواد اللي عملناها على حوالي 600 متر. عندنا الأشغال الصرف الصحي اللي تمت على حوالي 400 متر في هذا النقطة فقط، إضافة إلى 1.8 كيلومتر من الطرق المزدوجة كانت بعض الشبكات اللي تم تحويلها حتى نستطيع القيام بهذا الأشغال. عندنا خطين كهربائيين هوائيين من الضغط المتوسط والضغط المنخفض، والأهم من هذا كذلك هو تحويل قناة صالحة المياه الصالحة للشرب على حوالي 600 متر مع طريق اللي تأخذ من سيدي منيف إلى زيرالدا. المشروع سيكون إضافة اقتصادية لفتح مناصب عمل مباشرة وغير مباشرة وتفعيل النشاطات التجارية الجوارية والمصاحبة. طبقنا تعليمات سيد وزير السكن بحذافيرها أنه 20 يوم لازم نهيئوا الأرضية لاستقبال الشركاء لإنجاز المستشفى اللي راح يكون يقدم قيمة مضافة للمدينة الجديدة لسيدي عبد الله، وراح يقدم قيمة مضافة للعاصمة وللقطر الجزائري. المشروع بعدها سيكون مجمعا بل مدينة صحية وإضافة قوية للمنظومة الصحية للبلاد. وإن شاء الله هذا المشروع بيعزز من روابط الأخوة بين الدولتين، وبيكون إضافة لمشاريع دولة قطر في الجزائر، إضافة إن شاء الله تكون مميزة. سيكون المستشفى ذات سعة 400 سرير ويحتوي على 20 قاعة عمليات مجهزة بأجود الأجهزة، وتضمن خدمات إكلينيكية وطبية وجراحية عالية الجودة. هذه الخدمات ستكون مضمونة بفرق عمل متجانسة وذات خبرات عالية. إذن هذا القطب الصحي سيتم من خلاله توفير أقطاب نشاطات داخلية ستمس صحة المرأة، صحة الطفل، صحة الرجل، صحة القلب وصحة المجتمع وعافيته. المستشفى الجزائري القطري الألماني مشروع صحي خدماتي عملاق، يتوقع أن يكون نموذجا للاستثمار الناجح والاستراتيجي والشراكة الأجنبية المثالية. وتكامل العربية تجسد أيضا في الشراكة اللوجستية لتطوير مصنع بلارة للصلب بجيجل بهدف بلوغ إنتاج 5 ملايين طن من الحديد سنويا. المتابعة في الموضوع مع نواس ولح. بتكلفة 2 مليار دولار وعلى مساحة 216 هكتار يتربع مركب الصلب بولاية جيجل ثمرة شراكة جزائرية قطرية. أهمية الشراكة العربية تقتصر في
أن يكون لنا دور في المشاركة في الاقتصاد الوطني وإبراز نجاحات قطاع الصناعي في الجزائر، وحابين نرتقي بهذا القطاع أو نشارك في ارتقاء هذا القطاع للتنافسية العالمية. بقدرة إنتاج تصل إلى 2.5 مليون طن سنوياً، استطاع المركب تلبية حاجيات السوق الوطنية وولوج السوق العالمية. تمكننا من تحقيق 140 مليون دولار كرقم صادرات خلال سنة 2022، حوالي 200 ألف طن من منتجات الحديد والصلب، ونطمح في هذا المجال أيضا لنصل إلى الرقم المحدد سلفا والمسطر في ميزانية 2022 ببلوغ عتبة 220 مليون دولار. وفي هذا الإطار تمكننا من استهداف العديد من الأسواق الدولية في أوروبا وآسيا وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. وحدة الاختزال المباشر للشركة الجزائرية القطرية للصلب هي أكبر وأحدث وحدة اختزال مباشر في العالم بالتكنولوجيا الأمريكية ميدركس تكنولوجي، وهذا بطاقة إنتاجية تقدر ب 2.5 مليون طن سنويا، وطاقة إنتاجية ساعية تقدر ب 312.5، وبمنتوج ذو جودة عالية. رانا واقفين على عملية الإنتاج بوحدات الصار التي يكون الإنتاج بها مستمر 24 ساعة على 24 ساعة، وكل الشباب والكفاءة الجزائرية في تحدي مستمر لرفع الإنتاجية وقدرة الإنتاج. بفضل الدورات التكوينية في الشركة سمحوا لنا باش نطور مزيد من المعارف، وهذا ما أثر إيجابا على مردودنا في الشركة. هذا وسيعرف المركب عملية توسعة مستقبلا. الآن احنا مركزين على تطوير قطاع التشييد والتعمير، والأهم بالنسبة للجزائر الآن اللي هو تنويع المنتوج لدعم الشركات، مثل اللي هو شركات تصنيع السيارات إن شاء الله في المستقبل، تصنيع السفن. احنا نتكلم على يجب أن يكون منتوج تقبله الدولة الجزائرية، تقبله الصناعات الجزائرية، يستفيد منه المواطن، وهذه الدراسات اللي احنا نقوم فيها الآن. فإن شاء الله احنا الآن في مرحلة التطبيق للدراسات. هذه العملية ستضاعف كمية الإنتاج لتصل إلى 5 مليون طن سنوياً. محور التعاون الجزائري القطري ساهم في الرفع من قيمة الصادرات خارج المحروقات بميناء جنجن إلى 4 ملايين طن خلال السداسي الأول من هذه السنة. المزيد مع نوردي بن عبسة. تجهيزات جديدة تعزز بها الميناء بتمويل ذاتي، فضلا عن شراكات مع متعاملين أجانب للرفع من قدرات الميناء في الشحن والتفريغ. ساحبتين اقتنتها مؤسسة ميناء جنجن 55 طن و 70 طن. الدور الأساسي تاعهم هما سحب البواخر من الحجم الكبير. كذلك تم اقتناء بالشراكة مع الجزائرية القطرية للصلب رافعة، حيث تصل المردودية من 1500 طن للساعة. شراكات جزائرية عربية وأخرى إفريقية في إطار العلاقة التجارية جنوب جنوب فتحت أفاق جديدة للميناء. يوجد بميناء جنجن نهائي الحديد والصلب، وهذا النهائي هو ثمرة شراكة جزائرية قطرية. توجد أيضا شراكة جزائرية إماراتية في مجال معالجة الحاويات. سوف تظهر شراكات أخرى جنوب جنوب مع بلدان إفريقية منها المالي، النيجر وتشاد. بوابة بحرية تربط بين الضفتين الإفريقية والأوروبية لما تتمتع به من البنى التحتية الأكثر ملائمة للعمليات اللوجستيكية التي يبحث الجميع على تخفيض تكاليفها. باستعمال ميناء جنجن على الأقل كل مستورد يربح أكثر من 10 دولارات للطن الواحد. في عملية التصدير نفس الشيء، فهو يستطيع أن يبيع سلعته بثمن أكثر على الأقل 10 دولارات للطن الواحد، وبهذا فنحن نعمل على أن تكون هذه حلقة الوصل بين المتعامل الجزائري وضفتي البحر الأبيض المتوسط. وقد حققت المؤسسة المينائية هذه رقما تاريخيا ببلوغها 3.2 مليون طن من الصادرات خارج المحروقات بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 18% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وتتجه الحصيلة في مجموعها لشحن السلع والبضائع لتتجاوز 9 ملايين طن، وهو أعلى رقم منذ تدشين المؤسسة.
انتخب السفير الجزائري العربي جاكتا بجدارة واستحقاق رئيسا للجنة الخدمة المدنية الدولية التابعة للأمم المتحدة. عملية التصويت جرت أمس بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. انتخب خلالها السفير الجزائري بعد فوز ساحق تخطى 120 صوتا، في حين لم يتحصل المنافس المغربي إلا على 64 صوتا. تعتبر هذه النتيجة ثمرة جهد حثيث للدبلوماسية الجزائرية، مما لا يدعو مجالا للشك، فإن إعادة انتخاب الدبلوماسي العربي جاكتا يعتبر اعترافا بالعمل المتميز الذي قام به خلال عهدته الأولى على رأس هذه الهيئة الأممية، كما يبرز عودة الدبلوماسية الجزائرية على الساحة الدولية تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية. وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء لجنة الخدمة المدنية الدولية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1974 ومهمتها الحفاظ على المستوى العالي لمعايير الخدمة المدنية على مستوى العالم وتعزيزها مع الموازنة بين الاحتياجات وانشغالات الدول الأعضاء والأطراف المالية. الجزائر تحصد نجاحاتها ونظام المخزن يعدد خيباته، نظام يقابل شعبه بالقمع والعنف، شعب ثار لتحسين ظروف العيش والحد من الارتفاع الرهيب للأسعار. المزيد مع منال عبديش. القرارات غير المدروسة والمجحفة لنظام المخزن ضد شعبه لا تزال متواصلة، آخرها الشروع في رفع الدعم عن معظم المواد الأساسية، قرار فجر غضبا شعبيا كبيرا فيما لا يقل عن 40 مدينة مغربية. زادونا في الزيت، زادونا في كل شيء، في الخضرة، في كل شيء، ما تلاقينا خلصوا بنسيب واش خلص الضوء، ما تلاقي صفش خلص الماء، ما تلاقي الرمي دفعته حرقوه ليا، دفعت له سينيسين قال لك ما عندكش، فين غنمشي انا؟ نمشي لخوان، انا قد نخوان قد نشفر، وراح حشومه عيب عيب، غادي يخسروا لنا مغربنا، غادي يخسروا لينا ولادنا. تدهور المستوى المعيشي بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار مختلف المواد في المغرب أدى إلى تأجج واحتقان الأوضاع، فالمواطن البسيط لم يجد سوى الخروج في احتجاجات للتعبير عن استيائه والمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية، خطوة قوبلت بعنف مفرط من طرف القوات الأمنية. رحشومة والله الناس كتشوف، حق الله العظيم ملي كتشوف الناس كتقلب الطوار وتزبل على المعيشة، احنا كنخرجوا السلميين، والمشكلة الناس يخرجوا السلميين وكينوضوا لهم رجال الأمن. ما خرجنا تضطرينا، احنا مضرورين سيد الحكومة إلا هو كيتقى هذا واحد المدخول، احنا راه ما عندناش هذا المدخول، احنا راه غير ولاد الشعب، كاين اللي خدام ب 1500 درهم وعندو 6000 وكاين الامراض المزمنه، الا مشيتي للدوله كيعطوك غير دواء السكر شهر وكيقطعوا عليك ربع شهور، كضطر انك تشريه من الفارماسي، ولا خلصتي الدواء ما كتخلصش الماء والضوء، الا شتي لولادك الزيت ما كتجيبش ليهم السكر، كل مره انت ولينا حنا مدهورين الحاله ديالنا. اقسم لكم بالله ولا حاجه وحده يديروها معانا يحلوا لينا الحجازه، انا مستعدين نمشيو. استمرار حالة الاحتقان والغضب في الشارع المغربي دليل قاطع على فشل نظام المخزن في احتواء مطالب الشعب، ما جعل القمع والتعنيف المرافق الدائم للمظاهرات الشعبية السلمية ومنه لحياة المواطن بالمغرب. في الرياضة تلعب اليوم وغدا مباريات الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ويأتي برنامج الجولة لهذا السبت على الشكل التالي. نجم مقرى، جمعية شلف، أمل الأربعاء، شباب قسنطينة، شباب الوزداد، مولودية البيض، وفاق سطيف، هلال شلغوم العيد، وهي المباراة التي تتابعونها مباشرة على قناة كانال الجيري ابتداء من الساعة 5 مساء. مولودية وهران نادي بارادو، وهي المقابلة التي تنقل مباشرة على القناة 6 الشبابية بدءا من الساعة 6 مساء، في حين برمجت غدا الأحد مقابلة مولودية الجزائر شبيبة القبائل، والتي ستشاهدونها على قناتي 6 الشبابية والرابعة الأمازيغية، وهذا ابتداء من الساعة 3 زوالا، فيما تواجه شبيبة الثورة اتحاد خجلة. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الموجز، شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة، ألقاكم على رأس الساعة.
حول الله. السلام عليكم ورحمة الله.